يعني نشوف تقرير عن مطالب المواطنين في كفر الشيخ من حضرتك، وده تقليد لينا في البرنامج لما بننزل محافظة بنسأل الناس تطلبوا ايه من سيادة المحافظ، فاحنا محملين لحضرتك بمجموعة من المطالب من الشارع هنا في كفر الشيخ. أستأذنك نشوف المطالب وأترك الرد. اتفضل. طبعا لحضرتك. انا بس عشان بلف دايما على المراكز عارف اغرب المطالب، لكن احب اسمعها طيب مباشره. اشكر حضرتك، متشكر جدا. نشوف التقرير ونرجع تاني. اطلب منه حاجه واحده بس، ان الميه تستمر في فالتيم 24 ساعه. عندنا محطه السكه الحديد في المنشاه الصغيره لها احلال وتجديد، بقى لها دلوقتي دخلت على سنه والارض زي ما هي، والاعمده الكهرباء بايظه فيها، ما انشالت منها، ودي معرضه للخطر، وكل ابنائنا الطلاب والاولياء الامور والناس اللي رايحين ديت كل يوم في مشاكل، في لا قدر الله يحصل اصابات. ابرز المشاكل ما فيش توظيف للشباب. عندي طلبات، انا مريضه وانا حلت على الله ومرتبي باخد معاش، ومعايا بنت متطرقه ومعاها 3 عيال، وجوز راضي يدي لها فلوس وشاكين بقالنا سنه وما فيش حق، وانا المعاش ما بكفنيش لنا ولا بنت، والدنيا غالي. عايزين نسافر للشوارع الداخليه اللي كلها مكسره وبيحصل فيها ضلمه وما فيش اضاءه. عايزين شقق اسكان اجتماعي للشباب. الطريق اللي هو من الكوم الطويل الكركات، يعني الاسفلت بتاعه مش مظبوط. شقق الشباب بقالنا اكتر من 11 سنه مقدمين على شقق وما خدناش شقق. يعني هو السيد المحافظ جاري في صرف بعض الطرق هنا في قلب المحافظه، بس في طرق جانبيه كتيره المفروض يبص لها برضه. شفنا المطالب، واترك التعقيب لسياده اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اتفضل. هو طبعا الناس بتتكلم على الصرف الصحي واحنا اتكلمنا، وبتتكلم على رصف الطرق طبعا. هي مرتبطه برضه بسوء الاحوال الجويه. الحقيقه كانت محافظه كفر الشيخ بتعاني سنويا من رصف الطرق، كان في الحقيقه رصف غير جيد. حقيقة احنا في الفترة الأخيرة في الست سبعة أشهر الأخيرة أسرعنا في رصف عديد من الطرق الرئيسية بمواصفات مراقبة تماما. شكلنا لجان من لمراقبة عملية الرصف في كل مرحلة من الجامعة وهيئة الطرق ومديرية الطرق في المحافظة، واخد عينات. الرصف أعتقد أنه ابتدى يتحسن، ابتدينا نبص لي منظومة الطرق بطريقة انه يخدم اكثر كثافة للتجمعات السكانية، وفي نفس الوقت يؤدي الى انه المواطن يخرج من قريته الى العاصمة الى بقية الجمهورية بطريقة اكثر حركة. الاسكان الاجتماعي فن، وفي ناس سألت عن الاسكان الاجتماعي وان هو بقى لهم سنين مقدمين فيه ولسه ما استلموش. هو الحقيقة دي مشكلة، الحقيقة من احد المشاكل الرئيسية اللي بتواجه المحافظ في كفر الشيخ. ولاية المحافظة غالبا لأرضها يا إما غالبيتها زراعة، لأن المحافظة زراعية وهنا عندنا مراكز بحوث زراعية قوية، وولايات آثار أو أوقاف. المحافظة بتعاني من ندرة الأراضي الخاصة بالمحافظة اللي تبنى عليها أنا مشروع. أنا بوشيد بوساد وزير الزراعة مؤخرا حلينا عدد من المشاكل كبيرة. أتمنى أن احنا نستمر على ذات النهج وننهي. السيد وزير السيد رئيس الوزراء الحقيقة في آخر لقاء بالفيديو كونفرنس مع المحافظة حللنا جزء كبير في 28 قطعة مطلوبين ان احنا نحل بيهم مشكلة الاسكان. الحقيقة برضه عشان اكون منصف، في اجراءات بتتم لتحسين مستوى المعيشة في كفر الشيخ، يعني شفنا السلخانة بيتغير اسمها وبيتم تطوير المنطقة، شفنا قرية زي الفار من واحدة من افقر القرى، يعني في محاولات. ولكن اسمح لي برضه سؤال يتعلق بالتشغيل، قد ايه المحافظة قادرة انها توفر فرص عمل للشباب هنا في كفر الشيخ؟ هو الحقيقة احنا بنحاول زي ما ذكرت لحضرتك بنربط التعليم بالمناطق الصناعية سواء بلطيم او مطوبس، لكن هو الاهم في مشروعين قوي للدولة، وانا بوجه الشباب دايما انهم يتوجهوا ليه. المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وده تابع لوزارة، ده جهاز لوحده تابع للسيدة وزارة الصناعة والتجارة الحقيقة، وجهاز مشروعك اللي تابع لوزارة التنمية المحلية. لكن أنا نفسي أنه الشباب يدخلوا بمشاريع ويدرسوها. عظيم. ومش ضروري المشروع ينجح بنسبة 100%، يعني ينجح ويقع ويكمل.
ويبقى يشغل، هو اهم من المشروع انه يشغل كمان شباب اخرين وتبتدي الحركه تدور كمشروع وكمنتج وكتشغيل شباب. حضرتك تتوقع ان شاء الله المنطقه الاستثماريه الجديده تكون فرصه امل لتوفير يعني الاف فرص العمل للشباب؟ والحقيقه احنا تشاركنا مع وزاره التموين ووزير الزراعه مؤخرا الحقيقه وافق لنا على المنطقه اللوجستيه اللي تحت اشراف وزاره التموين، وده هيعمل لنا رواج جيد جدا في التشغيل وفي الانشاء. المنطقه الاستثماريه برضو احنا متشاركين مع هيئه الاستثمار ان جزء من مطوبس نعمل منطقه حره تخدم الصناعات، وباعتبار ان مينا اسكندريه الاقرب لينا على بعد 60 كيلو، ده هيعمل حركه وهيعمل تشغيل وهيعمل دعم للمنتجات. احنا عندنا عدد من المنتجات الحقيقه سواء الحرفيه او التراثيه زي فوه فيها غزل وما يسمى سجاد او كليم، لا هو بيسموه جبلان المصري لانه بيتميز بالرسومات وكثافه النسيج. حقيقه عندنا عدد من المشاريع اللي ممكن يتم التشغيل في من اطارها في المناطق الصناعيه وخاصه مطوبس. احنا محتاجين بس ان الشباب يتقدم بالمشاريع لانه مش هنقدر نفرض عليه مشروع. هو يتقدم بحلمه واحنا كدوله قادرين باذن الله على تحقيقه وتوفير مكان والترخيص وخلافه.